شي نص باريزيان تكون مقرمله دير فيها فرماجه باريزيان دير فيها سميتو 50 غرام ديال الترما 50 غرام ديال الترما. السلام عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو واحد اخر وفي رياكشن واحده اخرى. اليوم ان شاء الله عندنا تخليطه. المهم قبل ما نبداو دير لايك، الا درتي لايك راه ما خسرتي والو. يلا نبداو. الحاج دار هاك ما بالي حتى واحد، وبركتي يشطح مع راسات. هذا اللي صاير معاه الان. لا لا راه كضربو في الجنتيه ولا انا خلعني السيد كان قاعد ويوم تقفز نز الكراسة وكيشطح بيهم. انا واقيلا ضربو شي جنتي بالتير. شوف لقين هاد لابيلونس ديال كورونا تقيت يقاد مالا هادا فين كيبان لي واقيلا حدا السبيطار. لا شوف ولا هادو مرض كورونا الله ما فهمت انا شي بصراحة. واش هاد الناس مرض كورونا ولا كيتسناو شي واحد عرفو من السبيطار؟ والله ما فهمت والو. شوف الشطيح والرضيح هنا سيدي والله ما فهمت شي بزاف. الحاجة في السبيطار هذا واخي والله ما عرفت بن سليمان هادي والله ما عرفت بن كريف وما عرفت شنو هاد الشيء والله ما فهمت شي بزاف. ما فهمتش انا واش هادو مراض او لا كيتسناو شي واحد جنب السبيطار ولا ما فهمتش انا. شتم ملقين لهاد لابيلونس بالتقيتيقات والشطيح والرديح والتصاور. هاد المغاربه والله الا عالم حق الله. هادو شفت فيهم كورونا؟ وعمرك شفت فيهم كورونا هادو كاع؟ حاج عجبو الدريات ما عمرو شافت الزين قاعدة التلفازة. أنت الحاج الله تيبان الحاج واقيلا ما عمرو واش شاف الزيت تيبان لي تيجي ليها ناري 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 هرب 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 ناري اخا على لقطه ناري. شحال صعيبه تكون غادي بالبيك راه بحال هكا يتلقى لك شي حنش عندهم الزر هذا حق الله. تا هما ما جاو الا مع داك الحنش قاطع الشونتي. دخل على العزاوي والبارسا تاكيد هذا الانجاز التاريخي هذا الموسم. ليو ميسي هرب ليو هرب شوت شوت جاوب البوليس الزعماء ما شدوا والو شدوا غير البرد. كان مهود على المهاجمين. ابدا انا ابدا انا و نعم الزيش الله يلقى القوالبو الاحمر هذا الشيء العالم. باش البنت كتخاصم مع صاحبها وكتكون حدا صاحبها اصلا انت ماشي راجل. يا ما زيد واصلا انت ما تستاهليش. يا ما زيد شتي واش انت كي داير وانا زوينه عليك واش هكا القدم قولوا يا الخان ديال الطوب فيك ريحه الصناعه. لا ما فيهاش ريحه الصناعه. قالت لك صاحبتي يا الخان ديال الطوب انت فيك ريحه الصناعه. قولوا يا الطويل يا الطويل فعلا راه هادشي اللي كاين. راه كاينه شي وحده كتكون مخاصمه مع صاحبها وكتجي صاحبتها تقول لها قولي لي وفعلي لي
وتركي لي وعطي لمو خايب ما تيسوى ما تيصلح هي راهي بغات تكمل على داك الشيء اللي خصها. دابا هذاك من نبيضو ديك البيضه ما رضاش هذاك الاخر تيضحك عليه ويمشي لي قال لي ماك صاحبي تضحك انت اش بغيتي ويجدو الاخر جابو كاو انا قلت واش غادي يغلب والساعه ما فيه والو مسكين غليظ هكاك وصاب. هكا والعزاوية هكا والسبسياك اي اي الشيخة بين النووي يا بويا القرطاس كل شيء عنده سلاح طابلية صافي عمرات الراس والله نطبت بشطح هكا والعزاوية قول بو قدتنا من سيدي الطبيعه ديالها نضت بطشطح صافي هما يحبسوا قنبوله يا بويا قنبوله ترتقات صافي طلقتيها علاش شوف عزو شوف لا لكن في الاخر خسرتها يعني. شتي الثقه في النفس الزايده كتكون خايبه يا جماعه حراره حراره قسم الله يا حراره ولا انت ولا برتي وحقك وا سدوا علينا البحوره سدوا عليهم كل شيء لي البيسينات كل شيء اللهم دير برميل ويدخل لي احسن هكا في بيتي بنا نمشي تفرقع اللهم هكا احسن دير شي نص باريزيان تكون قرمله دير فيها فرماجة برزيانة دير فيها سميتو 50 غرام ديال الترمة 50 غرام ديال الترمة عندي مشكلة في هاد الشلاح وعاك الله ما عرفتهاش ما عرف كاع مسكين مشى على نيته تيقلب في الثلاجة تسوى هذاك العزاوي اللي كان بصراحة هادي هي المكانة اللي خاصني أنا والله العظيم هادي هي المكانة اللي خاصني حيتاش مع الصباح كتسوني ليا المكانة وما تنقدرش نموت كنت فيها نعود نرجع للناس خاصني بحال هكا تبربقني تنوض بالهلا يطري عليا كيبان ليا واقيلا محال واش لعبو في صغرهم تيبان ليا واقيلا. نصيحة لكل راجل متجوز خلي عندك صندوق في البيت وكل لما مراتك تزعلك حط في الصندوق ده فلوس كل ما مراتك تزعلك حط في الصندوق ده فلوس وأول ما الصندوق يتملي طلعه وتجوز عليها. انا جاكم من الاخر وقت ما طلعت لك المراه الدم حط الفلوس في الصندوق وقت ما طلعت لك الدم حط الفلوس في الصندوق باش ما تجي فين يطلع لك الدم من ديال بصح تلقى راسك جمعتي الفلوس عطيها رزقها. السلام عليكم فكره زوينه هذه والله الا فكره زوينه حتى واحد ما يقرب صراحه هذه صراحه صافي مجيد لقيتي الحل يلاه رمي راسك دو تفاصل عمرك ما غتكون راجل راجل وغنبقى راجل وغنموت راجل سبيسيان راجل راجل الوقت جابوا هاد هاد الهضرة من المقطع من القسم 8 انا ما اخو حد
صراحة داك الفيلم ديال قسم 8 واعر. ما تحملونيش. المهم الخط وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى يكون الإعجاب ديالكم، إلا عجبكم ديروا لايك بارطاجيو وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، إلا شي أول مرة كتشوفني وكيعجبك المحتوى اللي كندير دير اشتراك للقناة وتفعل معك الجرس وخلي ليا شي تعليق يكون زوين، ونتلاقاو إن شاء الله فيديو واحد آخر. تهلاو.